المسؤولين يشوفوا بقى مين اللي مقصر في الموضوع ده ويجيب حق محمد يرجع. بس ده اللي انا بطالبه في الاول والاخر، محمد حقه يرجع. مش عاوز اكتر. انت كخالو حسيت بايه اول ما عرفت ان ابن اختك غرق؟ ويعني وصفنا الشعور. يعني هقول لك ايه، ما ابوه اتصل بيا بيقول لي محمد ما جاش عندك، قلت له ما جاش في ايه؟ قال لي المركب اتقلبت بيه. طب هل انت كنت متوقع ان لاعب تجديف يغرق؟ يعني لا طبعا، لانه الحمد لله بيتعلم السباحه وبيعوم. طب هل ممكن الاصلاحات مثلا حاجه خبطيته مثلا، ولا يعني دي حاجه في علم الغيب؟ ده اللي ممكن يقولها الطب الشرعي. ده اللي ممكن يقولها الطب الشرعي او المشرحه جوه. محمد غير انا ما اعرفش غير رأيك تجديف. حضرتك قلت له ان هو حافظ القران الكريم، واخد 3-2 برونزيه على مستوى الجمهوريه في التجديف، وكمان حافظ يعني حاجات تانية كتير من اوائل الثانويه العامه. في حاجه تانية كتير على حياته الشخصيه، كلمنا على حياته الشخصيه. طيب بص، مسالم بدرجه فوق الوصف. محمد يعني اقول لك ايه، هوا ماشي على الارض كده، هوا ماشي على الارض. يعني محمد مفيش، محمد اطيب خلق الله. والله مش بقول كده عشان ابن اختي، والله شهاده لله ما بقول كده عشان ابن اختي. انا بقول والله ربنا يحاسبنا على الحلف انا بحلفه ده لمحمد. اقول لك ايه، اسال صحابه، اسال زمايله، اسال ده. شايفين مظاهر حب من اصحابه يعني. طيب. كلهم من اول اليوم لاخر يوم معاه، اليوم يومين لغايه النهار يعني. في اكتر من كده، لو معلش لو محمد ده مكروه، حد هيجري ولا هيروح ولا هيجي ولا هيقف معانا من امبارح لحد النهارده؟ محدش نام ولا حد اتحرك. حد من النادي جه؟ محدش من النادي جه متحرك من بعد ما خرجنا من النادي بالبوسته. حد هنا محدش اتحرك معانا. طب حد من الاتحاد الكوره؟ الاتحاد حد اتصل معاكم؟ الاتحاد الكوره ما حدش اتواصل معانا. الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه اللي اعرفه نائب وزير الشباب والرياضه امبارح جه، انا شفته امبارح الساعه 1 بالليل او 2 بالليل، نص ساعه وما شفتوش تاني. بس ايه الاجراءات اللي تمت؟ خد اجراءات ايه؟ جه بس شاف الموقف وعاوز يثبت حاله ومشي. الله هو اعلم هو كان جاي ليه، او اتكلم مع الامن في ايه، او اتكلم مع رئيس النادي في ايه، ده الله اعلم. لان هو اتكلم معايا شويه بس ما اتكلمش في تفاصيل. انتوا كل اللي انتوا عايزينه حق ابنكم، حق ابننا. مش طالبين اكتر من كده، حق ابننا يرجع بس. ده اللي احنا طالبينه، سواء بقى تاثير من نادي، سواء تاثير من جهه مختصه، اي جهه. بس انا ليا حق محمد يرجع. حاله الام نفسها، حاله الام منهارة. اقول لك ايه، يعني حالتها اسوء مما يكون. يعني الله يكون في عونها ويصبرها. طب وزير الشباب والرياضه قدم بيان نعي لحضراتكم في وفاه اللاعب. حضرتكم شايفين البيان ده ايه؟ طيب الوزير على مثلا على خطى مع حضراتكم، متابع مع حضراتكم ولا حضرتك؟ ممكن يكون النائب بتاع الوزير امبارح كان موجود، نائب وزير الشباب والرياضه كان موجود امبارح، ممكن يكون كان ده بيتابع مع والده مباشره، مش عاوز يدخل حد اطراف في النص، فهو بيتكلم مع والد الحاله مباشره. انا مش عارف، الله يكون في عون والده، مش عارف اصلا، مش عارفين نقعد معاه نتكلم معاه ناخد ربنا يصبره. يعني حضراتكم بتطالبوا بتحقيق في هذه الواقعه وفي هذه القضيه؟ طبعا ده كان من سواء من رئيس النادي عشان يعرف اللي تحتيه مسؤول، او من الوزير اللي تحتيه برضه مؤثر في حاجه. كل واحد مسؤول يشوف اللي تحتيه مؤثر في ايه، لان مفيش امن، مفيش وسيله امان في البحر. في المدرب ما بينزلش معاهم، تمام؟ المفروض بيتابعهم حتى لو بكاميرا مراقبه من بعيد. السبب الرئيسي هذا الاهمال، فين اللايف سيفت اللي هو لابسه مثلا، اللايف جاكيت اللي هو لابسه مثلا، الحمايه اي زي كده؟ يعني هو نزل التدريب من غير اللايف، من غير اللايف جاكيت خالص نهائي. ده كان معتاد ولا دي كانت مره مثلا حصلت؟ الله اعلم، ما كنتش بحضر معاه طبعا. والده اللي كان ساعات بيجي يحضر معايا. تمام، بس اللي اعرفه اللي هو المفروض ده اي وسيله امان، اللي هو انت تنزل باللايف جاكيت في البحر. انا دلوقتي حصل معايا موقف زي كده، في دوامه في البحر، في بحيره معديه عملت موجة عاليه راحت مغرقاه، ما يكون لابس مثلا لايف جاكيت، ما هيبقى على وش الميه. طب ايه سر تشبيه حضراتكم بيقولوا زي احمد رفعت؟ الواقعه دي زي واقعه احمد رفعت. احمد رفعت راح ضحى حقه. احمد رفعت انا ما شفتش مسؤول اتكلم عليه او جاب حقه في حاجه. ده انا شايفه. وبرضه ممكن صحابه، انا يعني بعد احترامي للناس انا ماليش في الرياضه قوي، ممكن صحابه اللي ليهم في الرياضه وفاهمين في الرياضه ممكن يتكلموا. واحد مثلا مين اكتر واحد فيكم انا ليه في الرياضه؟ محمود اهو مثلا ممكن يتكلم في الرياضه جدا، شاطر جدا في الرياضه. بقاء لله واحد، دوام لله واحد. عندنا استاذ محمود بقى، انت شايف السبب الرئيسي في هذا الاهمال ايه؟ الكوتش بتاعه. كوتش ورئيس النادي واي مسؤول في النادي. هم دول السبب الرئيسي بالظبط. انت ازاي نادي مشارك في بطولات تبع الجمهورية، وازاي مش متاح عندك لايف جاكيت؟ تمام؟ ازاي الكوتش بتاعك ما يطلعش معاك وقت التمرين؟ ازاي يكون في وقت التمرين حضرتك يبقى في اصلاحات تحت الكوبري زي ما حضرتك شفت كده؟ انت ازاي اصلا المفروض تأجل التمرين؟ طبعا صح كده؟ او مثلا تنقل التمرين في اي مكان تاني؟ ده انت ممكن تقدر تعمل الكلام ده كله صح؟ بالظبط، لكن الكلام ده ما كانش متاح خالص. هذا المكان هو كان المعتاد فيه التدريب؟
هو على طول بيتمرن في المكان ده. المكان ده هو على طول يعني مش حاجه جديده. لا حضرتك ده النادي وعليه الشعار بتاعه واسم النادي هو كلهم موجود في النادي. طب هو على طول كان بيلبس الجاكيت سيفت جاكيت ولا دي المره الوحيده اللي ملبسهوش؟ لا هو ساعات وساعات بس كان الاول اول ما النادي فتح كان في كان في ممارسه مع اللعيبه اللي في النادي وكانوا بيمشوا معايا عادي وبتاع بس بعد كده الموضوع هدي خالص ومحدش بقى يطلع معايا في التمرين. هو كل اللي همهم هم يلموا فلوس من اللعيب ومن ورا اللعيب. زي ما حضرتك شفت محمد من شهر ونص او شهرين واخد ثالث على الجمهوريه واخد ميداليه برونزيه وبيحضر تاني لبطوله تبع المنتخب. فانت اكيد يعني ده بيلعب باسم النادي فالمفروض النادي يكون موفر له كل حاجه. المفروض النادي يكون محافظ عليه لان ده ابن من ابناء النادي. محمد بقاله 8 سنين في النادي وهو عمره 17 سنه يعني ما عنده 9 او 8 سنين تقريبا وهو في النادي. والكابتن يطلع يقول محمد ساب شنطته مع صاحبه واتكل على الله ومعرفش راح فين. قالوا كده فعلا بالظبط المدرب قال كده لسه بعد الواقعه. بعد الواقعه على طول بعد الواقعه على طول اتصل بوالدته قال لها محمد ساب شنطته ومشي وما اعرفش راح فين وزميله جالب الشنطه والكلام ده كله ما حصلش. ده المدرب قال كده؟ المدرب قال كده. طب افتكر قال كده ليه؟ عشان يداري عشان يداري الموقف بتاعه. في حاجه كده في حاجه مش هتداري اصلا عشان هو ما نزلش معايا. المفروض كان ينزل معايا. المفروض حتى على الاقل لو مش هتنزل في لاف جاكيت. لاف جاكيت ده لو اي حد يقع يطلع على وش الميه ما ينزلش تحت. ما يبقاش المره كمان بالظبط. المفروض التدريب يعني الكوتش يبقى معاه. ما تمشي جنبيه. مش هقول لك بقى تركب معاه في نفس الاله يعني جنبيه. كل وصول الامان ما كانتش معاه. كل وصول الامان مفيش اي حاجه كانت معاه. محمد هو باللبس بس ومفيش لاف جاكيت هو الشورت كل فلان. شايف اللانش مش موجود الكوتش مش معاه مفيش لايف جاكيت مفيش اي حاجه من دي مش متاح اي حاجه من مين جاكت. اول من عرف الحادث نفسه؟ والدته وولده. اللي بتقول كان في معاه كان معاه زميله وكان بيتدرب معاه. كان معاه زميله هي اللي شافته. هي زميلته شافته وطلعت فضلت مستنيه شويه اللي هو يطلع ما طلعش فراحت قالت ندهت الكوتش بتاعه خد اللانش وراح. قابلت زميلته؟ لا لان كان راحوا تقريبا الاسم خدوا اقوالها. كان حد معاه في القارب ولا هو بيبقى لوحده؟ لا هو بيبقى لوحده التمرين بيبقى لوحده. فزميلته راحت خدوا بصراحه والكوتش كنا عقبال ما رحنا ما كناش برده ما كانش موجود. والدته كانت واقفه على العميل ولسه قوات الانقاذ بتحاول تدور عليه. صف لنا حالتها كان شكلها ازاي وطبيعتها ازاي؟ صعب يعني موضوع وحش يعني الموضوع محدش هتخيله بصراحه وموضوع اصعب مما تتخيل. لان الام يعني انت حضرتك زي ما انت عارف الام تبقى ضنا غال. في كلام كتير كنت عايز تقوله لاحمد عفوا لمحمد كنت عايز تقوله ايه تاني؟ ايه الكلام اللي انت لسه شايله؟ محمد اللي انا كنت بقوله كنا بنحفزه كلنا. محمد كان بيحضر بطوله تبع المنتخب فما هو ما كانش بيقول لحد كتير يعني كان اقرب ناس ليه كان بيقعد معاهم ويتكلم معاهم يعني اخر كلام كان اول امبارح كنا قاعدين كلنا وبنضحك وبنهزر ومشي الساعه 2 بالليل اللي هو عشان رايح تمرين تاني يوم. لانك الاقرب ليه من اصدقائه عايز اعرف كنت متوقع ان هو يروح او يضيع حاجه زي كده؟ لا ما كانش في حاجه في دماغنا بصراحه. عمرك ما كانش في لا لا لان هو على طول معانا وهزار وضحك يعني مثلا مش يغيب عنك يومين ولا ثلاثه. اطيب الناس لا محمد عن شخصيته محمد محمد الحمد لله ملتزم صلاه حافظ قران ربنا كله. محمد مجزأ حياته بالظبط يعني حياته كلها متجزأة صلاه شغله تمرينه يقعد معانا شويه يعني محمد الحمد لله يعني ما مش مؤثر مع حد وعمره ما زعل حد. محمد كان طيب محمد كان شخصيه كويسه الله يرحمه. شكرا يا رب. شكرا.